فانا ما اعرفش كيان النادي الاهلي او حسيت انه ما ينفعش تلعب لنادي تاني، ما ينفعش العب تاني. هعمل ايه تاني يا ساره في اي حته تانيه؟ ايه المجد اللي انا هاخده؟ ايه اللي هقدمه بعد اللي قدمته؟ او ايه البلس؟ ايه الارضيه الجديده اللي انا هروح احارب فيها؟ هفضل طول عمري بحارب؟ ما ينفعش. يعني الناس لو تفكر صح يبقى اخر مشوارك تبقي في التيشيرت الاحمر. يعني ده كلام كبير يا كابتن وفي وقت مهم، بس يمكن كمان من الجمل اللي حضرتك قلتها لي وعجبتني قوي وقبل ما ندخل الاستوديو، انه لما رجعت مش بس كنت عايز تثبت انك رقم واحد علشان انت دايما شايف نفسك رقم واحد وانت دايما رقم واحد، ولكن كمان عشان ترد جميل النادي الاهلي. ده جميل لحد دلوقتي برده غصب عني. دي الحقيقه، دي الحقيقه في اي حد. مؤمن زكريا دلوقتي يعني لسه انا ربنا يا رب رجعه لنا، ربنا يرجعونا بالسلامه يا رب. يمكن انا كنت في نفس ظروف مؤمن طبعا. انا حادثه وهو مثلا مرض مش منتشر قوي، فاحنا كلنا بندعي له وكلنا بندعي للناس كلها في الغضروفين اللي بيحصلوا في رجلين محمد محمود مثلا او نيدفيد، اللي انا حزينه على نيدفيد جدا وعايزه يرجع بسرعه. طبعا بندعي لكل اللعيبه. حمدي فتحي اهلا وسهلا، الحمد لله رجع وبقى حاجه تفرح.